يسحب طرحك سؤال مباشرة، يعني بالنسبة للمضاربين يظهرون كأنهم أقوى من الدولة. أبدا، لا أبدا أبدا، يتصرفون لا. في السوق مثل ما يريدون. هي شوف، كل اقتصاديات العالم الثالث تخلق طفيليين تعلموا عليها، لأن المضاربة ما هيش في هذه السنة ولا السنة الماضية، اي مضاربات. يعني انتم تذكروا الزيت في 2011 والاخر، وله الزيت كان مو متوفر بالنسبه للمرحله الصعبه اللي مرينا بها، وين كل الامور كانت تؤدي الى انفجار ربما اجتماعي. تسلط علينا الكوفيد، حاولوا يمسوا الاطباء والممرضين باش يفشلوهم في العمل تاعهم، باش الكوفيد كذا، زي بالإضافة إلى المضاربة. هل هناك سيدي رئيس لوبيات سياسية وراء المضاربة؟ إيه أكيد، سبحان الله، دي أمور منظمة، منظمة، وقسما بالله العلي اللي نحكموا من يطالبوا مهما كان، يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام، كاش مشكلة. عندهم امتداد داخل الإدارة؟ عندهم امتداد، بعرف كما عارفين بلادكم، عارفينها كما نعرفها انا، كاين شي امور ولكن راها تتقلص، نسبيا راها تتقلص. ما بقاتش ناخذ المضاربه اللي كانت في السميد، يعني اسبابها تاع المضاربه ما تجيش من مواطن بسيط ابدا، لان التفكير كان ماشي بعيد، خلق بلبلة. السميد هو من الامور الاساسيه في التغذيه نتاع الجزائريين، بالإضافة إلى القمح، كان بالتقريب نادر، كانت فيه ندرة دولية في القمح، يعني فرغ لك الاحتياط الاستراتيجي تاعك تجبد باش تفرغ الاتحاد، وما عندكش منين تشري. المضاربة اللي وقعت في السميد خلتنا المطحنة اللي كان الكوطة نتاعها يومي نتاع 40 طن، 400 قنطار، طلعناها ل 800 قنطار، كان اللي طلعوا ل 1000 واش قنطار، يعني تقريبا مرتين ونص حتى ثلاث مرات البوفوار دو تريتوراسيون. وجدنا القمح يتباع للموالين، اللي وجدنا درنا كات من بعد على هاد المينوتري، لقينا 150 مطحنه تدي القمح وهي راه فارغه، راه غارقه هذه عام ولا عامين، والقمح يبيعه مباشره لواحد اخر. يعني هناك شبكه منظمه. يا شير منظمه، سبحان الله، التفكير هذا ما يجيش، ماهوش تفكير تاع شخص ولا شخصين ولا في ولايه ولا في، هذا عام وطني. وجدنا بعض الولايات لما تدير الحساب تاع التمويل تاعها بالسميد توجد ان كل مواطن دار 40 قنطار في شهر. هذه امور مدبره. ولكن رانا لهم بالمرصاد. سيدي الرئيس، حبيت نبقى في نفس السياق موضوع الاقتصاد. بادرتم يعني من تقريبا سنتين باصلاحات سياسيه.